إطار مجابهة ظاهرة مضاربة وتخزين سلع على إثر معلومات مؤكدة واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيد البشير مفادها وجود مستودع خاص بتخزين مواد طبية وصيدلانية بداخل إحدى المزارع وعلى إثر ذلك وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم مداهمة المزرعة وبعد تفتيشها وجميع لواحقها تم العثور بداخل المستودع على كمية معتبرة من الأدوية ومستلزمات طبية المتمثلة في قفازات جراحية وكمادات طبية معقمة.